البنات صباح الخير صباح النور. What are you next? Good. You good? Yes, I'm good. Cupcake. عشي الله ولاش تزعم الكاميرا ما كانش تحملها. بوسة عشتها بوسة. I'm going beach. I'm not going to the beach. Go to school. I going shopping. Shopping? لا مشو سكول. لا. يارك سكولي ما بغى استمع مع عشمال هاد الأيامات. تيقوم بريش يلا درك حويجة شي تصبنو. I have a cupcake. أتشوفوا لي لابسة حويج سبورة هاد المرة. I have a cupcake. بصحتك يا ماما بصحتك. You have real cupcake. You want cupcake. You have two cupcake. قلت لكم البنات. غتشوفوني لابسه حوايج السبور غتقولوا لي اواه كي درتي لها اسيا. غنمشي ان شاء الله. شققت البارح شعري غيبان لكم زيت شققته بزيت الشقاق ديال لاكام ديالنا. البنات اللي كيعانيو من تساقط الشعر كنسى ديما تنقول لكم غنخلي لكم لي فيدباك ديال البنات كنسى الاراء ديالهم. الناس اللي خداو لاكام وتشوفوا تبارك الله كيخدم يعطيهم. شققت شعري مزيان 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 البارح بالليل. شو البنات كي مزيت باش كنحافظ على شعري اش كندير؟ كندير زيت شقاق الشعر باش منين كندخل البيسين ما كيضررش ليا حيت راكم عارفين الكلور راه كيضرر الزغبه. فقلت لكم كندير زيت شقاق الشعر كنمشي للبيسين كنعوم شعري كيبقى هكا كيدير يعني ما كياكلش ليا العصا. المهم الحمد لله والشكر لله حسيت براسي شويه احسن. قلت نمشي ندير الرياضه ديالي حيت حسيت براسي جاني واحد الخمول راكم عارفين داك الكيس كيدير لافاتيغ والعيا حيت راه فيه انواع بزاف. كاين النوع اللي كيكون في الدش بنادم ما كيحس بوالو. انا راه هو اللي خلاني مشيت للطبيبه حسيت بلا فاتيك وزيد على داك الايموغاجي اللي جاتني داكشي علاش مشيت للطبيبه. اما راه كاين كيس اللي ما كيبان لك والو انت تحسي بوالو حتى شي نهار تمشي دوز على حاجه تقول لك الطبيبه راه عندك كيس. هذا هو اللي كاين الكبيدات. المهم البنات اللي باغي لاكام الشعر اول تعليق المغرب والخليج اول تعليق. بالنسبه للناس ديال برا راها وصلت اليوكي للكليه السلعه راها وصلت اليوكي غير تنقادو شي وريقات حيت خرجوا قوانين جدادين زادوا صعبوهم بالنسبه للسلعه اللي كتدخلوا. هذا غير نقادو شي وريقات وانا معاكم ان شاء الله. راه لاكام البنات الفورميلا ديالها وداكشي فين التحاليل المخبريه ديالها وداكشي راها في السويد مديوره في السويد البنات يعني راه شي حاجه اللي نقعه. اما تبارك الله الخيرات راه خدامين بالخيرات ديال بلادنا ديال المغرب تبارك الله. داكشي المكونات وداكشي اللي خدامين بهم ديال المغرب راه المغرب تبارك الله راه فيه داكشي العجب. ولكن التحاليل المخبريه وداكشي داكشي اللي دايز في المختبر هذا دايز في المختبر ديال السويد. الله البنات احسن حاجه عندي احسن حاجه عندي وهي ملي تنكون غادا لاصال كنفرح حيت كتخدمي على الحياه على صحتك على العمر ديالك. كاينه فالينات فالينا شوفوا الانضباط هذاك الشيء وي فاليناس يلا حيدي يدك حيدي يدك حيدي يدك. درت لها الجاكيطه شوفوا هذه في المدرسه كاع ما رديت لها البال لبستها هذه الحمراء هذه يلا زيدي طلعي جاتني اسورتي مع اللبسه يلا فين غادا فاليناس يلا سير يلا صباح الخير صباح النور تا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 
كتلصق حدا. كي قولي بختي كتضحكيني كتلصقي تك 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 تك. ضاري نسمعني نهضر معاك مامي مامي منين كنقول لها نعم تتقول لي والو وكتقول لي والو في الاخر. ارى لك الطاقه الايجابيه، الرياضه البنات، الرياضه الرياضه السبور. انا كيما قلت لكم بلاش باقي مازال ما فهمونيش شنو هو الريتم اللي حنا غاديين عليه. انا بالنسبه ليا رجعت شربت الفانيد ملي رجعت من كردستان، طيح لي الوزن عرفتي قداش ولا عندي لي برا تزادوا ليا. باقي نشوف واحد اللقطه هي اللي كنت ما مسحتهاش، المهم واحد اللقطه عندي ان شاء الله غنحط لكم فيديو غتشوفوا منين جيت من كردستان شحال ولات فيا من كيلو. صدمه صدمه. وغنتعبر لكم دابا شحال فيا من كيلو. يعني الفانيد شي حاجه اللي فعاله لاغرام كامله، كاين فانيل وكاين فيها المهم باك فيه ثلاثه الحاجات، فيه ثلاثه ديال الحاجات ان شاء الله غادي نبارطاجيه معكم عما قريب. فيديو بتوضيحات بكل شيء بكل شيء شنو الاحساس ديالك ملي كتشربيه. غندير واحد الروبورتاج مع باختيار بسيط وخفيف ظريف. شوفي هذا فين واقف بيكالج. قلت لكم البنات ف هذا
وغنعطيكم واحد النصيحه ملي تكونوا صايقين حيت فايته وقعات معايا، يعني لو ما كانش الحمد لله عندي داك الريفلكس كره مشى في هذيك الخينه. فقلت لكم يعني كتحافظي على الوزن ديالك، حيدنا علينا الشحيمات. لهنايا كانت عندي واحد البليه تزادت ليا ملي جيت من كردستان مع نسيت لاكان ديالي، حيت لاكان مهمه راه واخا دايره واخا حيدت الكرش وداكشي، ولكن راه الا ما حافظتيش على الفورمه تقدر تمشي لك، الا ما حافظتيش عليها تقدر تمشي لك، يعني تقدر ترجع لك الكرش، تقدر غير هي عمرها حاجه وحده ما ترجع داك الكرش ديال الولاده، حيت انا ما كانش عندي الكرش من هنا مبوقله، كان عندي الشحمه التحتانيه داك الحيمه ديال الولاده هي اللي كانت دايره ليا المشكل، فهذيك حيدناها الحمد لله. زياده حاجه اخرى قلت لكم لاغام ديال الضعف، شي حاجه داك الباك ديال الضعف واعر 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 بزاف. باختيار دابا حتى هو وصل للنتيجه، وقلت لكم انه بداك الضعف اللي وصل ليه شجع وفرح بالجسد ديالو حتى ولا بالزمن ودير ريجيم. شو الانسان راه ملي توصل للنتيجه صافي تيفرح بها، راه تيخاف يرجع كيف كان، يعني حيت الضعف الا بنات شي حاجه اللي زوينه، الضعف راه شي حاجه اللي واعر، راه كتباني قد لاج ديالك وصغر. وبالنسبه لبختيار سي نورمال، هو راه ضعاف وجهه، البنات كيقولوا لي وجهه تبدل داكشي سي نورمال، راه الانسان كيضعاف اللحمه كترهل. العقل شو انا ملي جيت من تركيا كيولا وجهي باش كنكبر من لاج ديالي بين قوسين، بختيار كبر مني ب 10 سنين. كاينين الناس كيقول لك قلتي لي 17 عام، عمرني ما قلت 17 عام، رجعي الفيديوهات ديالي قدامين 10 سنين بيني وبينه. انا عندي دابا 30 عام، في شهر 9 تولي عندي 31، وهو عنده 41 في الشهر الموالي غتولي عندو 42، يعني بيناتنا 10 سنين والصرف 10 سنين وزياده، بقولو 10 سنين 11، ما بين 10 11 بالشهور ما بغيناش تحسبوهم. هذا هو اللي كاين البنات. اما راه الضعف زوين دابا، هو غير دابا راه عطيه العنايه، غتشوفو وجهو حتى هو غتصدمو فيه. لاكام اللي كنديرها ليه حيت ضد التجاعيد كنديرها ليه يوميا، كندير ليه السيروم حيت هو راه كيعكز على راسو، كندير ليه السيروم ديال التجاعيد. كنعطيكم خلاصه شنو كنديرو، كندير ليه السيروم ديال التجاعيد، كنتهلا ليه في وجهه بالقام واعره. قال لي والله حتى صاحبي قال لي شافني هو يقول لي باختيار والله شاف وجهك فيه شي حاجه الغير. قال لي شغال كل مثلا درت، قال لي راه المدام يوميا كل نهار دار ليا بداك الوجه. كل نهار كدير ليا في وجهي. صافي يلاه حطينا العميره فارين، دابا اختيار نمشيو نتحركوا. باختيار راه ديجا كاين في لاصال داير انا وياه اليوم، غادي نتريني هو ديجا راه مشى بكري غنتريني. والبنات راه البروتين باش نقول لكم، البروتين راه غير هو راه اي حاجه الا كثر كثرات عن حدها كتنقلب الى ضدها. غير الانسان خصو يمشي داكشي بالقاعده، ما يكثرش بزاف، يعني يمشي بالقاعده، ماشي يبغي يبدا لاطاك وما كاتبين لك مثلا فيها تشرب غير جوج المرات حتى كتبدا تشرب عشرات المرات في النهار، هادشي اللي خطر. حاجه اخرى، هاد لاكام هذاك البروتين اللي كيشربوا كيشربوا البنات كيحفز العضلات، يعني بحال تقولوا كي العضلات كيبان فيهم الخدمه، هذا هو اللي كاين، يعني ما كيدير حتى شي حاجه اخرى، يعني ما عندوش شي ما كيدير حتى شي حاجه، زعما هذه خدمته كيحفز العضلات باش العضلات كي ملي كتخدمهم كيكونوا بحال تقولوا واكلين النعمه باش كيبان فيهم الخير، هذا هو اللي كاين الكويتات. انا على الحماس الطاقه الايجابيه. النشاط هو شاط البنات، راسك تخلقي الجو لراسك، راسك والله البنات الا كاين اللي كتصاحبي معاك يمرض لك حياتك، كتقول لها مالو قال لي بحال كنت قاعد دوري مع راسك في الدار، راسك ترانكيل ترانكيلو راسك بحال هكايا تتولي بخير ديال مخك، ما كاين اللي يبقى يزيدك شي هضره زايده في راسك. كاين شي صاحب زين مرحبا، انا عزيز عليا الصحاب ما نكذبش عليكم، غير يشقف لك راسك ويبدا يمرض فيك ويلوح لك في الهضره انفض انفض. عادة ريمي الى عادتها القديمة. انا البنات شريمي كيعادت الى عادتها القديمة. انا على الحاج باختيار، انا عاود ثاني. عرفتو البنات الارادة كتحطم كل شيء، الارادة الا كانت عندك حياة شنو ما كان واش تقدري توصل، الا كان عندك الارادة العزيمة والارادة. اما الفشل والخمول تيخليك ديما في بلاصتك، غير حاولي وغادي تقدري تتأقلمي مع داكشي اللي كديري. هاد الايام حسيت براسي بحال كضال مراتي، ولكن بابا عنده الصح قال لي ما تفورسيش على راسك حيت كان ولا كيحرقني القلب، قال لي هذاك اللي كيحرق القلب يعني القلب عطى انذار، يعني ما خاصكش تفورسي على راسك. دابا الحمد لله عطيت راسي واحد الراحه مع الدواء وداك الشيء، دابا نرجعوا للطاقه ديالنا ان شاء الله ايجابيه كيف العاده ان شاء الله.
الله يلا بان تشتين الله يلا ضعاف انتم جاني شي شكل على عاود زويجة نيو هزبن انا البنات صافي سالينا لونطريمون ودرت واحد الساعة لاروت شوية شوية انسان ما يفورسيش على راسه كل واحد وجهده صافي دابا غنمشيو نعومو باش نمشيو لهذا ندخلوا للجاكوزي ندخلوا من هذا شي يقول لي نعومو شويه اول مره بدون الاطفال درنا شويه البروغرام هذا باش الانسان يتحش براسو مضغوط ديما تحسي براسك شويه ديال الحريه لنفسك حيت ديما معاك الدراري غير شي ركبك شويه العصا البنات ها انا واجده نمشي كيتسنى فيا اختي شحال بقى كنحتاج شي دابا باش موراها غندوش صافي غندخل ندير الصونه المرق راسي ديال الماء واه شي استهلكت الماء بزاف هادي حتى تقرا شي رياضه بحال زوينه كتحفزكش على شرب الماء اليوم درنا غير الجاكوزي ما درناش هذا ما درناش السباحه واه عرفتي واحد الريلاكس واحد الراحه يا سلام يا سلام يا سلام عليك المهم كويدات الله يجعل البركه شوفوا كي وليت شوفوا كي وليت شوفوا كي وليت كندخل التليفون حتى كنبغي نصور حيت راه كاين الله يستر يطرطق قلت لكم احسن حاجه البنات هي الصونه ما بعد هذا ما بعد الدوش قبل ما ندوش ضروري صافي كبيدات دابا راه الدوشه كنبغي البنات نحفزكم الطاقه الايجابيه ضروري المهم هنايا غير باش تاكدوا انه راه ماشي نتوما بوحدكم اللي كتسناو في لاكامرا حتى انا كنتسنى فيها سالت لي لاكام شامبوان باقي عندي اما الماسك وداكشي كنستهلكو بزاف انايا عزيز عليا الماسك يحمقني فها نتوما شامبوان دابا غنغسل شعري شامبوان جبت معايا الماسك بقى لي غير شويه حولته هنايا قلت علاش غنخليها نتوما هاد الماسك ديال لاكام ديال اسيا بيوتي نفسها ديال روزماري البنات واعره واش معايا وي هي اللي غلطت جبت هذا ناري كنت باغا نجيب لاخر جبت هذا صافي نقول لكم جبت غير هذا باش نبدا تشقاق الشعر عاود نجيب لاخر جبت هذا صافي ماشي مشكل حتى للدار نزيد شعري يا بسم الله هاو بدا الحمد لله بلا شاور لقيت راسي جبتو كيسحب لي راسي ما جبتوش هنا كبيدات من بعد ما نشفت شعري عرفتي واحد الراحه زوينه البنات من بعد الرياضه كتحسي براسك انسانه جديده كتنفضي كاع المشاكل ديالك والهموم صح هنايا درت سيروم الموستورايزين سيروم البنات فن فيها ريحه الفريز وزائد انه تيرخي الزغبه واحد الرخاء ما يمكنش كيرطب الزغبه زوين البنات حاجه اخرى البنات شوفوا حتى لي فيدباك ديال البنات ما شاء الله تبارك الله طوب وراه كاينه البنات دابا ناقص 15% درنا لكم برومو غتسالي بعد 5 ايام يعني بروموسيون على لاكام كامله البنات صافي هنا جمعت شعوراتي واخا ما نشفش شعري مزيان مع غنتعطل وهنا تبارك الله اراء البنات ما شاء الله نتوما هذه قالت لك تحيد لي تساقط الشعر ما بقاش هذه قالت لك حتى هي حبسات لي تساقط الشعر من خلال الاستعمال الثالث انا كنقرا نختصر لكم هذه شي عجبتها لاكام قالت لك الريحه غزاله من اول استعمال كتحسي بالفرق هذه شي كانت تعاني من القشره شوفوا تبارك الله ما شاء الله هادو راه غير شويه من بزاف ما شاء الله هذه قالت لك شعري كان كيطيح بحال المش ما بقاش كيطيح مسكينه المهم كبيدات ها هما كاع الاراء ديال البنات يمكن لك توقفي الفيديو تفرجي تسمعي زعما تقراي على خاطرك غير باش نقول لكم البنات اللي بغات تكوموندي راه من الواتساب ولا الانستغرام وبالنسبه للبنات ديال الخارج هاد الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ولا البدايه ديال الاسبوع الموالي راه غتكونوا حتى نتوما تقدروا تستافدوا من لاكام كتحسي براسك ملي كتخرجي من تما كتواجهي الحياه تتواجهها دابا بواحد الطاقه جديده بواحد الطاقه جديده ماشي انت خاسره وغتواجهي الدنيا غتسيريها تكملي على راسك الله صافي خصني دابا نطير نتحرك الله 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 تواجهين الحياة
بطاقه شي جديده، ماشي انت خاسره وكتواجهي في الحياه، راه ما يمكنش. دابا هنا كاع داك الطاقه الخايبه كتنفضيها، شوفوا غير الوجه كيفاش يتبدل، يعني راه كتبان فيك كيبان فيك التغيير. الله 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 الله. ايوا هنا الكبيزات قالك الراجل ما بقيناش غنمشيو نقضيو غراضاتنا، غنمشيو نجيبو غير الدراري. شحال كان عندنا مغاره ثلاثه قالك انويلي عجبو الجو، وراه غير كيشوف الجو هنا اصلا جا كيضحكوني حتى نجالزه، وداك الشيء كيبان لهم الشمس كيبان لك كلشي مصيف، كتقولي منين جابو هاد الحوايج ديما تلقايهم مهيئين. صافي هنا درت خبيز توست درتو مع الفرماج ديال الماعز، وصافي هنايا واحد الحليبه سخونه، هذا هو فطوري وغنتحركوا دابا. ماشي الراجل بان ليه الجو زوين. مهم المهم البنات الشميشه ديالتنا، المهم لبنان الطاقه الحيويه والنشاط. يلا اختي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك الله يرحمنا. يلا وارين وانا مرضي وكيف تكون ولاد ولاد رجال محضية. فينا هنا البنات باش نتقداو. سلام سلام. جوان فودا سيا فارين قلب ابي عم سري. شوف بيتر بيبر بيتر بيبر خمسة درام فوق بيتر بيبر. انتم البنات جو موديلات جدادين، هذا 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 جو اختاه، هذا وهذا 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 جوج، هذا لا ثلاثه اربعه اربعه، هادو خصني نجربهم صراحه. غناخذ شي وحدين دابا، عزيز عليا انا هادشي كيحمقني. واخا عليك ارين واخا. الكبيدات الفنات يلاه جيت لقيت شعري باقي فازك، درت ليه باتشا باش ينشف. خدامين على شجره هذايا البنات، حيت دابا صافي تخلى الحشوكي ولا شي الدنيا. شوف غنحلقوا عليها مزيان ان شاء الله، غير كل حال دابا جو جو يلا جو جو ولك. شو البنات كي رطبيت الخزين حيد منه كاع داك الباكاج الزاد، حيد منه كاع داك الشيء اللي زاد. باش نقول لكم البنات كيقول لي ديري الطاجيرات، هذا الراجل عندي معكس قال لك لا ما ديريش ليا الطاجيرات هنايا، غديريهم ليا فين غنديروا مثلا الكرسي. قلت ليه دير غير جهه وحده فيها الطاجيرات. المهم قال لك خليني نمشي دابا، نمشي وقيفت. اما انا راه بغيت ندير طاجيرات جهه وحده، ديري فيها داك كيكونوا داك كيكونوا داك مسداده بحال سوبيرات كبارين، كتسدي على داك الشيء ديالك وبخير وعلى خير. قال لك لا ما ديريش ليا داك الشيء انايا، تخسري ليا المسائل ديالي، بغا نحط فيه داك شغالي وباكاجي. المهم هادشي حاطين فيه حنا كاع داك الشيء اللي زايد هنايا، المهم انه دابا داك الشيء واضح. بيكالات خشيناهم هنايا حيت منين كتجي الشتا، منين كتجي الشتا كيتكرفصوا عشي تخوشينات. يلاه شريتهم اليوم بجوج ومصداو، ما عطاش عليهم الشتا. ايوا هذا هو اللي كاين، خلينا هاد لاسباس هذا تشوفوا شنو نقدروا نخشيو فيه من بعد. بوليس موتوبايك ياه. انت يا اختي على الراجل حادك، شوفوا رقد هذا الشيء دابا طيله الحامض ومليحه. اليوم الشوا البنات راكم عارفين باختي، راه كتبان ليه الشمس كيطير على داك الشيء. شو البنات قدام كي ولا والصراحه المنظر ديالي زوين، ولكن خصني تحيد الديكور ديالو في التحيات ديالو. الجيران راه تقريبا كاع حيدو، بقينا حنا وهادو اللي قدامنا. ايوا قلت لكم البنات صافي غديروا غير واحد الكليسه تشوفوها ان شاء الله، كليسه زويونه. انا البنات تبارك الله عليكم، هو ولد خو دار لك هيا باختيار. شاف هاي ايوا هذا هو اللي كاين حبيباتي. صافي هنا غنوجد صالاد، قلت لكم غير بدا الجو مزيان، قلت لي شوف انت الضبابة ولات، قالك ما شغليش المهم الجو دافي عرفتي، ولكن تبارك الله الجو سخن عندنا شي ولا دافي وزويون. هنا غادي ندير غير شلاضه خفيفه ظريفه، فيها الخيار فيها الرمان مطيشه الحامض. وهادو البنات اللي تيسولوا عليهم، هادي حشاكم ديال البوبيل اللي معلقه، كتباع البنات اللي عايشين هنا كتباع في بي ان ام، راه موجودين عندهم اصلا. لا دخلتي الاونلاين راه كلشي موجود، شي حاجه تشوفوها مثلا عندي وعجباتكم ومشيتي للسطور وما لقيتيهاش ديري غير اونلاين، راه الخير والبركه اللي طاحت لك على بالك موجوده. حنا الحمقوني هنا الدراري اليوم شادين بالضبط مع بعضيها، شوفي حتى الضبط ما يمكنش. صافي بلا صافي الشلاضه باش يركز النت في الفاخر، تعاون هو ولد خوه حسن الجرده والله الا عشان اللي تعاونوا بجوج دغيا سلامه. غير واش راه عشان الناس بصح الوقت ساعه تبارك الله غير سلامه، غير يظهروا
الشمس مشات ولكن الجو دافئ صراحه، ما كاينش البرد يعني الشجر ما كيتحركش. هي خصنا دابا نبطرو دغيا قبل ما يبرد الحال، الا زدنا واحد الساعه اخرى تعطلنا غيبقى يبرد الحال. هنايا شلاضه ديال الخيار ومطيشه ورمان حامض، هنايا غنحفرو ديال الحامض. هنا ملي كنكونو غنديرو الشو ما كنديرش الكريمه في الشلاضه، كنخليها بحال هكايا فريش. غادي ندير رشيشه ديال الملح ديال الهيمالايا باختيار زيد عليه الملح، انا كاع ما كنبغي الملح في الشلاضه كي هو يغشي فيه من عندي. ولا شويه ديال الزيتون دا خديت هذا المعطر الجو الارين، يلا رديت له العرين ولكن بال واو على ريحه شحال السنه هذا كتحسي به شويه رجالي زعما ريحه ريحه الرجال. هذه ريحه سميتها كريستال، فيها ريحه الورد وواحد ريحه زوينه فكرتني بواحد البارفان كانت تاخذو الوالده بزاف الله يرحمها سميتو جوتيم زوين والله حتى كتشبك لها. المهم هو هذا غزال البنات. المهم هذا هما معطرات الجو، انا تيحمقوني هذا كيعجبني نديرهم في الدار تنسى لي داكشي ديالي عاد باش نضربها برشيشه. انا دبرك انه اللوحي انا البنات شنو طرا وجرا شريتي اليوم هذا؟ ها هاو كم فوت ديس وان توداي وي ها نورمالي باين فلات بريد اي نقولك انا هذا الشوك عجيب وغريب مولفاش ليك. انا البنات شوف مهم فيري فيري خطير. انا البنات عشرة راه هادشي راه هو الحياه عنده دابا. هنا شنو هذا الدجاج؟ دونسي تشيكن. الله انا كنحمق على الدجاج المشوي احسن بيستال يو نو احفظك سبيشال فود فور سبيشال بيرس. نعمتك انا البنات شو الاخرين فين داخلين العار ايش نشوفهم واش كيديروا اش كيديروا هنا يا امك ايوا اختي توحشنا هاد الكليسه الفنه في الجريده اللي صراحه كنستمتعوا بها غير في الصيف ملي بحال هكا فصل الربيع فصل الصيف. ان شاء الله غنديروا لها تحليقات على داكشي اللي غادي نستافدوا منه، ومن بعد غنوريكم البلان اللي كنا غنبنيوه شنو كنا غنديروا في الدار بالضبط في الفيديو الجاي ان شاء الله. ولي 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 تخيل ضربتي علينا صاحبي صافي هاي 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 فهمي يا عم تشاتي دادي انا عليك كتشاكي شنو كيدويو تبارك الله. اوكي اتنامك او شويه يعني ليك اشرح لهم يلا قولي لهم فارين شنو داك الشيء فارين ديون نامن اييه زيدي اند عند الحيمي يس كان بغى يلوحها قال لي صاحبه صافي اوكي كان بغى يلوحها وقال لي صاحبه بتلوحهاش قال لي راه غنسوديها لك عنده الماتيريال داكشي مع صاحبه عزيز عليه بريكولات في الدار قال لي غنسوديها لك مع بقات هكا تتصداش وتهرسات قال لي علاش غتضيعها صافي غير هذه غنستعملوها عشان نزيدو الرتوش والتحليقات ديالنا. عارين كيسحب لك الصيف لابس الشورت ها او از ذا باسكت لايك ذا يلا بخشيش كديرو عيط على الاخر تو يجي زيد وين نوتي وفالينات كياكلوا الحيمي الحيم يونا تراي تشيكن ولا الحيمه تشيكن تشيكن بحالي كلهم طالعين لمام ياك الحيمي ديال اري اونسي بارينك يلا بارينك
انيان رينكس بلان ها تيس تقلصة بخشيرة شير غي بلرت صافي كبيدة دابا حان وقت الشاي الشاي ديال الفاخر كي كيطلع يا خطي صافي طاب طلعت الغلية ووو بختيار ورا كنا باش نكبو هنايا بعدا لا يجعل شي بركة أنا صافي وصلت عند حدي قلت لي غنمشي نطلع نتكى شوية نرتاح لأنه منين كنجهد على راسي بزاف صافي راه كنلقى راسي راه فاش كنت نتبوق نتوما شوفوا شوف البنات هما جالسين الله يا اختي الله 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 الى فراشي